اعطوا الزمالك العداله التحكيميه. الزمالك اكتر فريق بيتظلم من الحكام، الاهلي اكتر فريق بيستفيد من الحكام. جمل دايما بنسمعها في الكره المصريه لكنها ملهاش اي علاقه بالواقع. الواقع اللي بيقول ان الزمالك هو اكتر فريق بيستفيد من اخطاء الحكام في كل موسم من الدوري المصري. ده مش كلامنا لكنه اراء خبراء التحكيم اللي جمعناها لكم طوال الموسم وهنعرضه في الحلقه الثانيه من برنامج درع الاهلي ومعاكم احمد قيشو. نبدا باخر مباراه وهي مباراه الزمالك وحرس الحدود والحاسمه للمركز الثاني وكمان هبوط الحرس اللي تحقق فعليا بعد هزيمه غير مستحقه امام الزمالك بنتيجه 2-1 واللي كان فيه ضربه جزاء لم تحتسب لحرس الحدود وكمان هدف الزمالك الثاني كان من ركنيه غير صحيحه. دي اوفر بيتعمل وبعد كده التصوير مش مبين ان الكره خبطت في ايد حارس المرمى، بس الكره دي تم لعبها ركله ركنيه وبعد كده نادي الزمالك احرز منها الهدف. لعيب نادي الزمالك ايديه الشمال عاوزين نركز عليها وبعد كده وزبي عمل حاجتين، اول حاجه هنا في خبطه بعد كده في وزبه على مهاجم نادي حرس الحدود. الكره دي طبعا ركله جزاء واضحه، كان لازم حكم المباراه لو تقديره فيها مش كويس يطلع يشوفها مع حكام الفيديو. وبكده يبقى فوز الزمالك على حرس الحدود غير مستحق وهنخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك. ونروح بقى للاخطاء التحكيميه في بدايه الموسم ومباراه الزمالك والمقاصه اللي انتهت 1-0 للزمالك لكن كان فيه ضربتين جزاء لم يحتسبا للمقاصه. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح، ما تقولش مش واضح، يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها. بص حمد نجاز يعني ايد ودي رجل اهي. اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. وبكده يبقى تاني فوز غير مستحق معانا للزمالك وهنخصم كمان 3 نقاط من رصيد الزمالك. اما مباراه الزمالك والمقاولين واللي انتهت 2-1 للزمالك في الدور الاول فكان في هدف غير صحيح للزمالك لانه كان من ركنيه غير صحيحه. الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص. وبالتالي الركنيه احتسبت ومفترض انها كانت تحتسب ركله مرمى. وبكده هنخصم كمان نقطتين من رصيد الزمالك. اما تعادل الزمالك ودجله فكان برضه تعادل غير مستحق لانه كان في ضربه جزاء لم تحتسب لدجله في المباراه دي. اللعبه دي اللي جايه هي طبعا جت في ايده وركله جزاء واضحه جدا لان اللاعب هنا الكره ايده مش في الوضع الطبيعي، يعني تعتبر كمان ايده فوق كتفه وبالتالي لمسه اليد موجوده وبالتالي داخل منطقه الجزاء. فطبعا تبقى ركله الجزاء لم تحتسب. وبكده هنخصم كمان نقطه من رصيد الزمالك. اما فوز الزمالك 1-0 على الانتاج فكان في ضربه جزاء لم تحتسب للانتاج الحربي. وبكده هنخصم نقطتين من رصيد الزمالك. ونروح للمباراه الكارثيه اللي جمعت بين الزمالك وطنطا واللي انتهت بفوز الزمالك على طنطا 3-1 فكان في طبعا اخطاء تحكيميه كتير جدا اهمها ان كان في هدف من ضربه جزاء غير صحيح للزمالك وبرضه هدف الزمالك الثالث كان غير صحيح. لما انت تكون الكوره محطوطه في مكان المخالفه صح، محطوطه لما انت مخالفة. لما انت تكون واقف مش جنب لعيب واقع في الارض واحنا مش عارفين انت بتشوفه مصاب ولا لا، يعني في ظروف عاديه اللعيبه كلها واقفه، اللعيبه كلها منتبهه وبعدين انا ببدا اللعب، ممكن ابدا اللعب هنا من غير اشاره، خاصه ان اللعبه قريبه من منطقه الجزاء، يعني قريبه من منطقه خطره، ممكن الكلام ده اسمح بيه في نص الملعب او عند منطقه الجزاء مثلا بتاعه الزمالك في الحاله دي، انما قريبه من منطقه الجزاء وممكن يصفر عن هدف لا. لو في خطا من لعيب الزمالك يبقى مفيش ركله جزاء، لان خلاص انت بترغي بقى ما هو بعده. بص لا لا خلاص كده واضحه، لعيب رقم 20 ده لطش لعيب طنطا برجله اليمين. لطش لعيب طنطا برجله اليمين. طيب يبقى احنا بنتكلم في الكره ديت اذا بعد الاعادات دي كلها احنا بنتكلم ان هي تبقى ضربه حره لصالح لاعب طنطا، مظبوط كده؟ طبقا للصوره الصعبه اللي احنا شايفينها. طبقا للصوره الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها. وبكده نقسم نقطتين من رصيد الزمالك. واخر مباراه معانا وهي مباراه الزمالك والمصري واللي فاز فيها الزمالك 1-0 فكان في ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب للمصري في المباراه دي. القانون ادى ميزه لما اللاعب بيجي يسقط على الارض الايد اللي هي سبورتر لو جت فيها اللي هي حامله جسمه لا يعاقب. وقع على ايد ودي الايد التانيه ايا كان خلاص هنا الشكل ده بالايد ده بالشكل ده تبقى ركله جزاء لمسه يد. وبكده نخصم كمان نقطتين من رصيد الزمالك. وبكده يبقى عداد اخطاء التحكيم بتاعنا وصل ل 15 نقطه هنخصمهم من رصيد الزمالك وده برأي خبراء التحكيم مش رأينا الشخصي.
واحد هيقول لي هو يعني الزمالك ما اتظلمش في اي مباراه؟ اقول له يا سيدي اتظلم في مباراه الزمالك واسوان، وفوز اسوان على الزمالك 1-0 كان فوز غير مستحق حسب راي خبراء التحكيم، ولان هدف اسوان كان غير صحيح وفيه وزب على الخصم. بالتالي هنضيف نقطه واحده للزمالك نخصمهم ال 15، يبقى كده 14 نقطه هنخصمهم من رصيد الزمالك. وبكده يبقى جدول الدوري الحالي بعد خصم كمان 3 نقاط بتوع الاتوبيس رصيد الزمالك يبقى كام؟ 65 نقطه. هنشيل منهم 14 نقطه باخطاء التحكيم، هيكون رصيد الزمالك 51 نقطه عشان يكون رابع الدوري الحقيقي. ونروح بقى للاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي، وهما مباراتين بس كان فيهم اخطاء تحكيميه مؤثره حسب راي خبراء التحكيم. المباراه الاولى واللي اتظلم فيها الاهلي، وهي مباراه الاهلي والاتحاد اللي انتهت 0-0، كان في ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب للاهلي في المباراه دي. لو في شد يا كابتن محمد والتاني بيشد النهارده دول مخالفتين في ان واحد يستمر اللعب، لكن لو حصلت عقوبه يعني حد عمل حاجه ازيد العقوبه الاشد، هيبقى عندي العقوبه الاشد. اذا الايد بتاعت اللاعب في على جزء من خط الايه منطقه الجزاء والخط جزء من المساحه اللي جوه فبالتالي تعتبر ركله جزاء. وبكده هنضيف نقطتين لرصيد الاهلي. اما مباراه الاهلي والجونه فكان هدف الاهلي غير صحيح، بالتالي هنخصم نقطتين من رصيد الاهلي، يبقى رصيد الاهلي هيفضل زي ما هو، مش هيتاثر بالخصم او بالاضافه. زي ما احنا عارفين الفارق الحالي بين الاهلي والزمالك هو 21 نقطه، لو اضفنا 14 نقطه اخطاء استفاد منها الزمالك يبقى كده الفارق الاجمالي هو 35 نقطه بين الفريقين. طبعا فارق كبير جدا لكنه مش اكبر فارق بين الاهلي والزمالك، لان الفارق القياسي هو 38 نقطه بين الاهلي والزمالك في موسم 2004-2005، ده طبعا رقم قياسي كبير جدا مسجل باسم النادي الاهلي ضمن 24 رقم قياسي قلناهم في الحلقه الاولى من درع الاهلي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، كان معاكم احمد قيشو وبرنامج درع الاهلي.